بين كثبان الصحراء وأحجار الجبال تهمس الأرض بأسرارها القديمة. في قلب شمال إفريقيا، حيث تلتقي الصحراء بالمحيط، يكشف المغرب أسراراً مذهلة قد تعيد تشكيل فهمنا لأصل الحضارة. في قلب المغرب وبين جبال الأطلس والكهوف الغامضة، وجدت جمجمة قد تغير كل ما نعرفه عن أصل الإنسان. هياكل عظمية عمرها 300,000 سنة، حلي من القواقع في كهوف معزولة، طقوس دفن غامضة، وآثار تدل على وعي سبق التاريخ المكتوب بآلاف السنين. في هذا الشريط بحول الله سنسافر في أعماق ما قبل التاريخ لصبر أغوار رحلة الإنسان وسعيه إلى الحضارة، ولنكشف الوجه الخفي للمغرب كمهد محتمل لأولى خطوات الإنسان نحو الحضارة، وبوابة لثقافات لم يكتب تاريخها بعد. قبل البداية، نود تقديم شكرنا وامتناننا لمشاهدينا الكرام على متابعتهم وتوجيهاتهم السديدة التي كانت بذرة هذا الشريط، فشكراً لكم، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، وعلى بركة الله نبدأ صبر أغوار هذه الحلقة، فتابعوا معنا. ثقافات وشعوب، المغرب ما قبل التاريخ، مهد الإنسان الأول. تزخر منطقة المغرب بالعديد من المواقع الأثرية المهمة من العصر الحجري القديم إلى ظهور أولى حضارات العصر البرونزي. سنحاول تسليط الضوء على أهم هذه المواقع. للإشارة، تجدون في صندوق الوصف خط التسلسل الزمني لهذه الاكتشافات موضحة بطريقة نموذجية سهلة الاستخدام وغنية بالمعلومات والإرشادات وقابلة للتحميل المباشر. في عام 2017 وتحديداً في موقع جبل إيغود، أزاح علماء الآثار الستارة عن واحدة من أضخم المفاجآت في تاريخ علم الإنسان. رفات أقدم إنسان عاقل في العالم يعود تاريخه إلى 300,000 سنة قبل الميلاد. اكتشاف مذهل غير تماماً ما كان يعتقده الباحثون والعلماء عن جذور الإنسان الأولى. فالظهور البيولوجي للإنسان العاقل لم يكن حدثاً محصوراً في رقعة واحدة، بل يبدو أنه كان شبكة تطورية واسعة امتدت عبر إفريقيا من شرقها إلى شمالها. قبل اكتشاف جبل إيغود، كانت أقدم بقايا معروفة للإنسان العاقل هي جمجمتا أومو الواحد وأومو الثانية المكتشفتان في إثيوبيا، ويقدر عمرهما 195,000 سنة. كما وجدت جمجمة فلورسباد في جنوب إفريقيا، ويعود تاريخها إلى 260,000 سنة، وقد نسبت لاحقاً إلى الإنسان العاقل استناداً إلى تشابهها مع بقايا جبل إيغود. اكتشاف جبل إيغود المدعوم بأبحاث معمقة وتقنيات تأريخ متطورة قلب الموازين وأعاد رسم خريطة تطور الإنسان، وجعل من المغرب مركزاً بارزاً في قصة نشأة الإنسان. يقول العالم جان جاك أوبلان من فريق البحث: هذا الاكتشاف يعيد رسم خريطة نشوء الإنسان العاقل. شمال إفريقيا لم تكن هامشة، بل كانت في قلب القصة. في أعماق الشمال الشرقي المغربي بين تضاريس إقليم بركان الوعرة، تستقر واحدة من أقدم الحكايات البشرية،
مغارة تافوغالت، أو كما يسميها الأمازيغ إفري أونجار، كهف النجار. مغارة تحاكي الزمن، شاهد حجري على أكثر من 84 ألف سنة من تاريخ الإنسان. منذ سنة 1951 بدأت الحفريات في هذا الموقع الفريد لتكشف عن طبقات حضارية تعاقبت فوق أرضه، وأبرزها الحضارة الإيبيروموريسية. في تجاويف المغارة عثر على أقدم حلي في العالم، قطع من قواقع بحرية مثقوبة تشهد على وعي جمالي وروحاني لدى الإنسان القديم. وفي أعماق الأرض كشفت جينات بشرية عمرها 15,000 سنة، هي الأقدم في إفريقيا، ورفات أطفال دفنوا منذ 12,000 سنة قبل الميلاد بمراسيم تشير إلى طقوس دفن غامضة وأليمة. تافوغالت ليست مجرد كهف، إنها بوابة الزمن، نافذتنا المفتوحة على بدايات الوعي البشري، وأصوات من عصور سحيقة لا تزال تهمس إلينا من بين الصخور. تعد مغارة الهرهورة في المغرب من أبرز المواقع الأثرية التي تحمل دلالات هامة عن تاريخ الإنسان العاقل. ففي هذه المغارة اكتشف علماء الآثار أقدم دليل على خياطة الملابس يعود إلى حوالي 120 ألف سنة مضت، وذلك من خلال اكتشاف قطع من الجلد المثقوبة، مما يشير إلى استخدام أدوات بدائية للخياطة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في المغارة على بقايا أقدم معصرة زيتون في التاريخ، حيث يعتقد أن الإنسان القديم بدأ في استخراج الزيتون ومعالجته منذ نحو 6,000 سنة، مما يضيف بعداً ثقافياً وتاريخياً للمنطقة. هذه الاكتشافات تعزز فهمنا لأساليب الحياة القديمة وتطور التقنيات البدائية في العصور السابقة. في منطقة وادي بهد قرب مدينة الخميسات بالمغرب، تم اكتشاف أقدم وأكبر مركب زراعي في شمال غرب إفريقيا، يعود تاريخه إلى الفترة ما بين 3,400 سنة و 2,900 سنة قبل الميلاد. يمتد هذا المركب على مساحة تقارب 10 هكتارات، ويعتبر الأكبر من نوعه في إفريقيا خارج وادي النيل. يظهر الاكتشاف أن المنطقة كانت مركزاً حضارياً متقدماً في العصر البرونزي المبكر، مما يعزز فهمنا لدور المغرب الكبير في تاريخ البحر الأبيض المتوسط. في أعماق مغارات المغرب، وتحديداً قبل حوالي 22 ألف سنة، ظهرت واحدة من أقدم وأدق الثقافات الإنسانية في شمال إفريقيا. إنها الثقافة الإيبيروموريسية، أو ما يعرف أيضاً بالأوشتاتية. كان الإنسان في تلك الحقبة يستخدم أدوات حجرية دقيقة تعرف بالماكروليتات، شديدة الحرفية والتطور. لكن الأهم أنه لم يكن فقط صانع أدوات، بل كان أيضاً كائناً يحمل وعياً روحياً عميقاً بالحياة والموت. والدليل على ذلك طقوس الدفن المعقدة التي اكتشفت خاصة في مغارات مثل تافوغالت، حيث دفنت الجثث بعناية وبأدوات رمزية. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه الثقافة لم تكن معزولة، بل تظهر آثارها تواصلاً واضحاً مع جنوب أوروبا، مما يدل على وجود شبكات هجرة وتبادل مبكرة عبر البحر الأبيض المتوسط. سميت هذه الثقافة
بالإيبيروموريسية من طرف الباحث الفرنسي بول فالاري عام 1909، اعتقاداً منه بوجود صلة مباشرة بينها وبين الجزيرة الإيبيرية. لكن مع مرور الزمن أثبت أن هذه التسمية خاطئة تاريخياً، إذ أن الإيبيروموريسيين تطوروا بشكل مستقل في بيئتهم المغاربية. اليوم تعد هذه الثقافة حلقة مفصلية في فهم تطور المجتمعات الإنسانية بشمال إفريقيا قبل بزوغ الزراعة وقيام الحضارات الكبرى. بعد 10,000 سنة قبل الميلاد بدأ شيء يتغير في شمال إفريقيا، ظهرت الزراعة ورافقها الرعي، خاصة مع ما يعرف بالعصر القفصي الذي امتد حتى المغرب. كانت هذه اللحظة الحاسمة حين بدأ الإنسان الرحال يتحول إلى إنسان مستقر، وهنا بدأت ملامح الحضارة الأولى ترسم على أرض شمال إفريقيا. بعد استقرار الإنسان وزراعة الأرض بدأت تتشكل اللبنات الأولى لما سيعرف لاحقاً بالحضارة. ففي شمال إفريقيا برزت ثقافات جديدة في السواحل، حيث ظهرت أولى أشكال الفخار المزخرف، وتجلت ملامح حضارة العصر الحجري الحديث من خلال القرى الأولى والمقابر الجماعية والنقوش الصخرية ذات الرمزية الروحية. ثم جاء العصر البرونزي وجلب معه أدوات معدنية ونظماً اجتماعية أكثر تعقيداً، وتقاطعت طرق شمال إفريقيا مع حضارات المتوسط الكبرى، من الفينيقيين في قرطاج إلى المصريين في واحات الصحراء، لتبدأ المنطقة رحلة مدوية نحو التاريخ المكتوب والسيادة التجارية والتأثير الثقافي العميق. خلال فترة العصر البرونزي الممتد من حوالي 2200 سنة إلى 600 سنة قبل الميلاد، مرحلة محورية في تاريخ شمال غرب إفريقيا، حيث شهدت المنطقة تطوراً حضارياً ملحوظاً. أحد أبرز الاكتشافات الأثرية في هذا السياق موقع كاشكوش قرب مدينة تطوان، الذي يعد أقدم مستوطنة برونزية معروفة في المغرب. تظهر الحفريات أن الموقع شهد 3 مراحل من الاستيطان، الأولى بين 2200 سنة و2000 سنة قبل الميلاد، حيث تم العثور على قطع فخارية وعظام حيوانات وأدوات حجرية، مما يشير إلى وجود نشاط بشري في المنطقة خلال تلك الفترة. بين 1300 سنة و900 سنة قبل الميلاد ازدهرت المستوطنة بوجود مجتمع زراعي مستقر، حيث بنى السكان منازل من الطين والخشب، وزرعوا محاصيل مثل الشعير والقمح، واهتموا بتربية الماشية مثل الأغنام والماعز. استمر هذا الاستقرار حتى حوالي 600 سنة قبل الميلاد، حيث تم التخلي عن الموقع دون دلائل على دمار أو عنف، مما يشير إلى انتقال السكان إلى مناطق أخرى، ربما بسبب تغيرات بيئية أو اجتماعية. تشير مجموعة من الدلائل الأثرية إلى استخدام البرونز في المغرب خلال العصر البرونزي، خاصة في مناطق مثل جبل ياكور. تظهر النقوش الصخرية في هذه المنطقة التي تعود إلى حوالي 1500 سنة قبل الميلاد رسومات لأدوات مثل الخناجر والسيوف والرماح، مما يدل على معرفة سكان المنطقة بصناعة الأدوات المعدنية واستخدامها في حياتهم اليومية. منطقة المغرب كانت جزءاً من شبكة حضارية نشطة في حوض البحر الأبيض المتوسط قبل وصول الفينيقيين،
مما يعيد كتابة تاريخ المنطقة ويبرز دورها في التطور الحضاري المبكر. المغرب لم يكن مجرد محطة في تاريخ الإنسان، بل كان مهداً من مهاد نشأته وموطناً لأقدم وعي بشري. قبل أن تبنى الأهرامات وقبل أن تكتب الأساطير، كان هناك إنسان يحدق في السماء من كهوف الأطلس أو صحراء درعة، يتأمل، يحفر، يبدع، ويتواصل مع ما وراء الطبيعة. فهل نعيد النظر في تاريخنا؟ وهل نجرؤ على القول إن الحضارة بدأت من هنا، من المغرب؟ من المغرب. شكراً لمتابعتكم، ويسعدنا إعجابكم بالشريط، وتعليقكم يحفزنا، ويشرفنا اشتراككم في القناة. مجلة الثقافة والفنون، روابط